السيدات والسادة، أهلا بكم في بطولة كأس العالم للرماية، ونبدأ بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية. نتشرف اليوم بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وحضور السيد فلاديمير رئيس الاتحاد الدولي للرماية، وحضور السيد اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للرماية، السادة ضيوف مصر من المنتخبات المشاركة والبعثات والوفود المرافقة. نحن اليوم في صدد إطلاق أحد أهم الأحداث الرياضية على المستوى العالمي في لعبة الرماية، وهي بطولة كأس العالم للرماية بمشاركة 32 منتخب في ظل ظروف استثنائية يعيشها العالم بسبب كورونا. وهنا مصر تصنع تاريخا جديدا في تنظيم البطولات بعد نجاح التجربة الحقيقية التي حققتها في بطولة كأس العالم لكرة اليد في تلك الظروف الصعبة، والآن مع استعراض أعلام الدول المشاركة في بطولة كأس العالم للرماية. السيدات والسادة، ladies and gentlemen، الآن مع كلمة حازم حسني رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للرماية. السيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، السيد فلاديمير ليسن رئيس الاتحاد الدولي، الرماة والراميات، السادة الحضور، أشكركم على وجودكم في أرض مصر، أرض الكنانة، أرض الأمن والأمان، وأدعوكم للمشاركة في بطولة العالم للرماية في القاهرة، أرض مصر التي ترحب بجميع دول العالم في الفترة التي تقف فيها جميع المسابقات الرياضية على مستوى العالم. مصر تثبت للعالم اليوم بأنها قادرة على استضافة الأحداث الرياضية على الرغم من وجود جائحة كورونا. أشكر القيادة السياسية، أشكر الداعمين للرياضة في جمهورية مصر العربية متمثلة في وزارة الشباب والرياضة، اللجنة الأولمبية المصرية، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وكل القائمين على دعم هذه البطولة. أتمنى لكم إقامة سعيدة وبطولة ممتازة وحظ موفق للجميع. دكتور أشرف صبحي، Minister of Youth and Sport، Mr. Vladimir Lisin, the President of ISSF, dear colleagues, shooters,
dear participants, I would like to welcome all of you in Egypt, the piece of land. We welcome you in the difficult periods in the world, which is the COVID-19 affected all of the world. At this time, Egypt is welcome all of you. Thanks for being with us in this competition and hope you enjoy both of accommodation and the competition in Egypt. Thank you. شكرا سيادة اللواء الذي دائما يبذل قصارى جهده في تنظيم البطولات الخاصة بلعبة الرماية. والآن مع كلمة الرئيس الاتحاد فلاديمير ليسن. Dear Mr. Abdel Fattah al-Sisi, President of Egypt. Dear Dr. Ashraf Sabhi, Egyptian Minister of Youth and Sport. Dear Hisham Hattab, President of Egyptian Olympic Committee. Dear colleague, Mr. Hazm Hasni, President of Egyptian Shooting Federation. Dear friends, this is ready the second tournament held of the African continent after last year's forced break due to a pandemic. About 200 athletes representing 33 nations will compete for medals in the capital of Egypt and the World Cup shotgun. I hope what the new modern shotgun range will be complete soon as Cairo. This will provide an additional incentive for the development of shotgun not only of a country but also of a continent. We will look forward to it. I sincerely thank the organizer for his willingness for the host athletes from all over the world. I am confident for the World Cup will be another example of safe competition in a pandemic. I wish success and high result for the participants. I hope I have to doubt that the tournament will be held at a high level. Glad to announce the 2021 World Cup shotgun is open. I love you. Ana Ahibaham. شكرا لك وعلى كلماتك الرقيقة التي وصفت بها مصر. والآن مع كلمة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وإطلاق شارة بدء هذه البطولة. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد فلاديمير ليسن رئيس الاتحاد الدولي للرماية. سيد اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للرماية. سادة ضيوف مصر من المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم خرطوش والوفود والبعثات المرافقة. أنقل لكم تحيات الحكومة المصرية والقيادة السياسية ونرحب بكم جميعا على أرض الكنانة وأرض الحضارات وأرض السلام وقبلة الاتحادات الرياضية الدولية جمهورية مصر العربية. رسالة حب وسلام تجمعنا هنا في مصر لنتنافس ونتبارى على مدار 12 يوما هم عمر البطولة. 32 منتخب سيبعثون أيضا برسائل التنافس الشريف في جو آمن وسط إجراءات طبية في ظل جائحة كورونا التي أثرت على كل المجالات عالميا، لتبقى الرياضة وبطولاتها هي الدرع الواقي في مواجهة تلك الجائحة، والتي أثبتت مصر نجاحها بتجربتها العظيمة في بطولة العالم لكرة اليد. نتمنى لكم منافسة قوية وإقامة سعيدة على أرض مصر، وعلى بركة الله نفتتح بطولة كأس العالم للرماية التي تقام خلال الفترة من 22 فبراير حتى 5 مارس 2021. Ladies and gentlemen, thank you very much for your coming for this tournament, the World Championship for shooting with the International Shooting Federation. God willing, we are declaring that opening the tournament in Egypt from the period of February 22nd till March the 5th, 2021. Thank you.